الآن إلى تفاصيل ملفاتنا المغاربية، حيث وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة حول قضايا الهجرة، وذلك بعد شهر من المفاوضات ونقاشات. وتواجه هذه الاتفاقية رفضا في الشارع الموريتاني، إذ شهدت العاصمة وعدة مدن وقفات احتجاجية تندد بها، معتبرة أنها ستسمح بتوطين اللاجئين في البلاد. إعلان للتعاون المشترك بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي يهدف لمحاربة الهجرة غير النظامية. الإعلان الذي وقعه الطرفان في نواكشوط يشمل على منع أمواج المهاجرين من التدفق نحو السواحل الأوروبية وإعادة المهاجرين الموريتانيين الذين لا يتمتعون بحق الإقامة في أوروبا. الشراكة التي وقعناها اليوم ستتيح لنا تكثيف قتالنا ضد الشبكات الإجرامية التي تهرب المهاجرين. إن محاربة المهربين تتعلق بإنقاذ الأرواح. العديد من هؤلاء الأشخاص ينطلقون في رحلة ولا يصلون أبدا إلى الوجهة التي يهدفون إليها، ولهذا السبب من الأهمية بمكان أن نعزز شراكتنا وأن تشمل أيضا دعم إدارة الحدود وجهود البحث والإنقاذ. كما شملت الاتفاقية تعزيز قدرات تحديد وتسجيل وتوثيق طالبي اللجوء، إضافة إلى تعزيز قدرات موريتانيا في استضافة والتكفل بطالبي اللجوء واللاجئين ومساعدة نواكشوط على إيواء طالبي اللجوء الأجانب على أراضيها في ظل احترام حقوق الإنسان. وستحصل موريتانيا التي تستضيف أكثر من 150 ألف لاجئ معظمهم من مالي على مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي وإسبانيا تتجاوز قيمتها 500 مليون يورو. من جانبها أبدت أحزاب المعارضة في موريتانيا عدم موافقتها على الاتفاقية، معتبرة أنها خطر على الأمن القومي الوطني، وأن الاتفاق يؤثر بشكل مباشر على تغيير التركيبة الديمغرافية للبلاد، فيما شهدت مناطق عدة وقفات احتجاجية معارضة لتوقيع تلك الاتفاقية. ومعنا من نواكشوط مراسلة الحرة طيبة الغوط. طيبة، أهلا بك. ما هي التحفظات طيبة؟ مرحبا. التحفظات إلى حد الآن هي فيما يخص توطين، مفهوم توطين اللاجئين. هنالك بنود كانت متداولة في الأيام الماضية، وهي حول محاولة الاتحاد الأوروبي توطين المهاجرين الذين تتم إعادتهم إلى موريتانيا عبر اتفاقية مضى عليها أكثر تقريبا 20 سنة، كانت موجودة ما بين موريتانيا وإسبانيا. بموجبها تعيد إسبانيا كل الذين مروا عبر المياه الإقليمية الموريتانية إلى موريتانيا، ومن ثم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. الآن ما حصل هو أن هذه الاتفاقية ما زالت قائمة، لكن تم تطويرها بإعلان اليوم. إعلان اليوم رفع اللبس إلى حد ما فيما يتعلق بمحاولة التوطين، لأنه لم تأتي ضمن بنوده فيما يتعلق بتوطين اللاجئين. هنالك نقاط حددها هذا الاتفاق أو هذا الإعلان إن صح التعبير، لأنه إلى حد الآن هو إعلان تم من خلاله التأكيد على ضرورة أنه سيكون هنالك حوار سنوي ما بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي حول قضايا الهجرة. سيكون هنالك دعم كبير لموريتانيا في المجالات التي يمكن أن تؤثر إيجابا على الحد من الهجرة والاتجار بالبشر، وحتى الهجرة الغير النظامية وهشاشة البلدان التي تلجأ إلى الهجرة، وتحديدا عبر المياه الإقليمية الموريتانية. التحفظات هي المخاوف من التوطين. هنالك بالفعل في البنود الحالية ما يجعل هذه المخاوف لا يتم تبديدها بسرعة، لأن هنالك نقطة أو في اتفاقية اليوم أو في إعلان اليوم بأن موريتانيا ستتعامل مع اللاجئين طبقا لقانون الدولي للاجئين، ومن أبرز مواد هذا القانون بأنه يمنع الترحيل القسري. إذن هنالك أيضا نقاط أخرى تتحدث عن دعم موريتانيا من أجل إيواء هؤلاء اللاجئين، دعم موريتانيا من أجل توفير فرص تنموية للذين يقررون اعتبار موريتانيا كمحطة أخيرة لهم. إذن هنالك لبس ما زال مطروحا رغم الإعلان اليوم، ولكن المخاوف من عملية التوطين التي كان يتوقع أن تذكر في الاتفاق لم تذكر. كان يتوقع أن تكون هنالك نقاط تحديد، مثلا أنه ستكون هنالك مراكز إيواء سيتم بناؤها ويتم دعمها من الاتحاد الأوروبي بناء على التمويلات التي أعلن عنها والتي تقارب النصف مليار يورو
قبل شهر. إذا كل هذا كانت المخاوف تنصب على وجود أن هنالك محاولات لتوطين اللاجئين الذين وضحت. وخصوصا الأفارقة الذين يمرون عبر المياه الإقليمية الموريتانية. شكرا جزيلا طيبة الغوث، مراسلة الحرة من نواكشوط.